دكتور وائل حماد، رئيس الجهاز الطبي بنادي ام بي. انت قصدك ايه اهميه مركز الطب القلب الرياضي في مصر كلها مش وادي؟ طبعا هو مهم جدا لنا او للاعبين عموما، عشان ككشف مبدئي او في بدايه الموسم بنقف على بعض الامراض الموجوده في اللاعبين اللي قد تكون موجوده في بعض اللاعبين. طبعا بالكشف ده بيتجنب اللاعب التعرض لكثير من الاستريس اللي قد تدخله في شكل غير ظريف في المباريات او في المنافسات. فاحنا بالكشف او بالاجهزه ديت بنقدر نقف على مدى صلاحيه اللاعب او الناحيه الطبيه بتاعته. او البروتوكول بتاعها طبعا بروتوكول كويس جدا، هيفيدنا جدا وهيفيد الرياضه في مصر او اللاعبين في ناحيه الكشف بالنسبه للقلب طبعا الرياضي، بيخلي اللاعب جاهز على طول طول الموسم، في نفس الوقت ان احنا مش قلقانين من دخوله في اي منافسات او اندر ستريس في اللعب طبعا. والله هو في بروتوكولات معينه، بس الفيفا منزل بروتوكول، في بعض البروتوكولات الموجوده في مصر هنا برضو ماشيين عليها، وكلها بروتوكولات بتخدم دايما اللعبه واللاعب ان هو يبقى دايما في نطاق صحي ورياضي كفء يعني في اللعب. يعني هو حته القلب الرياضي ده هو القلب الصحيح عموما، هو اللي يقدر يباشر الرياضه بكامل او باعلى درجات الاستريس بدون ما نعمل عليه اي درجه من درجات اللود اللي تاثر على الجسم او على العضلات. فالقلب الرياضي ده احنا بيضخ الدم وبيوصل لجميع اجزاء الجسم من عضلات او اجهزه بتفيد انها تكون على اعلى درجه من درجات الكفاءه اللي تفيده اثناء اللعب يعني.